اللايك كيعاونني بزاف باش نستمر. انا خايف لما يقدنيش الوقت للفروض، اعطيني شي نصيحة. هذا الميساج جاني في الانستغرام وغادي نجاوب على هذا السؤال. تابونا في القناة تتلقى مول. مرحبا بك في الاعلان ديال كورس الاجتماعيات. الى عندك السيزيام اولى باك علمي او لا باك حر علمي، عندك باك ليبر علمي سيونتيفيك، التحق بهذا الكورس ديال الاجتماعيات اللي غيخلي عندك المادة متكاملة وتفهمها بسهولة. الكثير من الناس خدم معهم هذا الكورس وسهل عليهم المادة بامتياز. ثمن ديال الكورس وطريقة الدفع تواصل مع هذا الرقم على الواتساب يعطيك معلومات أكثر. او لا تدخل من الرابط اللي كاين لتحت وتواصل مع المكلف. اول حاجة نبدأ بها هي المسألة ديال الوقت، خاصك تحيدها من بالك بتاتا، خصوصا لكان بقى لك للفرض ولا الامتحان واحد الوقت اللي ماشي كبير بزاف، مثلا شي 3 شهور ولا 4 شهور. مي على ما كيبان انه ما بقالكش وقت بزاف اللي تخدم فيه، فاللي غنقول لك الا كنتي خايف من الوقت خرج داك الخوف اولا. والحاجه اللي بغيت نقول لك هي ملي تحس بداك الخوف مزيان وتخرجه سمح ليه يخرج من الدماغ ديالك، استغل اي دقيقه خد فيها معلومات تنفعك تجيب نقيطات في الامتحان. ما تشغلش راسك بواش مشى الحال ولا ما مشاش، حيت الا بقيتي دايها في الوقت وخايف من الوقت تما بقيتي. شوف اخي، استغل كل دقيقه دابا بقات لك، كل دقيقه خد فيها معلومه والمعلومات اللي كتشوفها باللي غتنفعك في الامتحانات. وجه التركيز ديالك لحال داكشي اللي غادي تدوز فيه ماشي للوقت، حتى واحد ما عارف الوقت بالضبط اللي كافيه، تقدر تراجع في نهار وتنجح. وهادشي اللي بغيت نقول لك في هذا الفيديو. نتلاقاو في الفيديو الاخر اللي يجي، ما تنساوش تفولوني في الانستغرام. الى اللقاء.